question 3 بيقول the sound level near a noisy air conditioner is 70 dB if two such units بدل ما air conditioner واحد يبقوا 2 operate side by side the sound level near them would be unit واحد مديني الساوند ليفل ب 70 10 لوج اي على اي نوت اللي هي 1 في 10 وسالب 12 تطلع الاي نضرب دي في 2 ونحطها مره تاني في نفس القانون ونحسب البي تطلع 73 دي بي ونختار الاختيار بي. السؤال الرابع بيقول to make a given sound seem twice as loud how should a musician change the intensity of the sound يعني عايزين نخلي البيت ضعف مثلا لو هي بواحد تبقى باتنين لو هي بخمسة تبقى عشر وهكذا لو قلت البي واحد بتساوي عشرة لوج اي واحد على اي نوت وهم مش مديني قيم والبي اتنين بتساوي نفس الكلام بس اي اتنين لو طرحت ده ناقص ده لو مثلا عشرة ناقص خمسة على سبيل المثال تمانية ناقص اربعة تلاتة ناقص واحد ونص اتنين ناقص واحد وتبر الارقام هيطلع رقم ده ناقص ده هيطلع مثلا وليكن 5 يساوي 10 لوج اي 2 على اي 1 لما تطرح ده ناقص ده الفرق هيكون ايه 10 لوج اي 2 على اي 1 وبالتالي لو عايزين نشيل اللوج هيبقى اي 2 على اي 1 10 اس بي 1 اللي هو الفرق اللي هو ده بي 2 ناقص بي 1 وده ضعف ده يبقى الفرق بي 1 فلو البي 1 5 يبقى 10 اس 5 لو كان 8 و4 يبقى الفرق 4 ب 10 اس 4 لو 2 و1 يبقى 10 اس 1 بغض النظر عن قيمه البي 1 هنا هيبقى في رقم وهنا 10 اس وبالتالي هيكون عباره عن باور 10 اس باور رقم ف increase the intensity by a factor of 10 يعني 10 اس 1 10 اس 2 10 اس 1 ونص المهم factor of 10 الاختيارات اللي هنا double the intensity طبعا غلط half نصفه quadruple يعني اربع مرات quarter the كل الاختيارات طبعا ما فيش اي اختيار فيها بيقول ان هو هنضاعف بفاكتور اوف 10 ده ناقص ده يساوي 10 log i 2 على i 1 نشيل اللوج نرفع الرقم 10 اس الرقم اللي هنا وبالتالي لازم الزياده في الانتنسيتي تتضاعف بفاكتور اوف 10